بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم وبرنامجكم سوالف الديره على الهواء مباشره عبر شاشه الجميع تلفزيون الراي. مسا عليكم بالخير ونقول لكم كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يا رب يا كريم، الامه العربيه والاسلاميه جميعا ان شاء الله. ونسال الله العلي القدير ان يرفع يعني هذه الغمه وهذا البلاء وهذا الوباء يا رب يا ارحم الراحمين، وتعود الحياه كما كانت ان شاء الله قريبا. لكن خلينا نتكلم على هذه الامور وعوده الحياه مره اخرى اليوم بعد رفع الحظر الكلي والعودة إلى الحظر الجزئي. هني تبدأ مرحلة التزام الوعي المجتمعي والتعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية. ليش؟ لتحقيق أهداف اللي هي عدم انتشار الوباء أو محاولة لمنع انتشار الوباء. مجلس الوزراء مشكوراً أصدر قرار العودة الآمنة من عدة مراحل، وضعت آلية تنفيذ مراحل العودة. هني تبدأ المسؤولية المجتمعية. شنو حطت الحكومة؟ حطت معايير أساسية للانتقال بين المراحل، وهي راح تكون مقياس انتقال العدوى. حطوا مقياس انتقال العدوى، وهذا من خلال ثبات الأرقام، أرقام تكون ثابتة، ثبات الأرقام الإصابة لفترة معينة، وأيضا انخفاض نسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة، وأيضا انخفاض نسبة المصابين من المساحات اليومية. هذه هي المعايير. تم السماح لعدة أنشطة للعودة في هذه المرحلة الأولى مع تطبيق الاشتراطات الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة وتعليماتها. بعدها راح يتم الانتقال للمرحلة الثانية، وهي حسب القراءات ومدى التزام المجتمع بالاشتراطات الصحية. عدم الالتزام باشتراطات التباعد وطرق الحماية الشخصية، يعني إذا احنا ما التزمنا بهذا الأمر لا طبنا ولا غدا الشر. الحكومة ما قصرت في تنفيذ البروتوكولات العالمية لمنع انتشار العدوى. الآن المسؤولية مسؤولية المجتمع، مسؤوليتنا إحنا مع التزام وتنفيذ الاشتراطات حتى نصل إلى بر الأمان. ولكن اللي حاصل واللي شفناه اليوم نقول الله يستر، يعني الجواب واضح من عنوانه. اللي حصل اليوم أمر غير طبيعي، الخروج أغلب الخروج من غير معنى، ودائما وزارة الصحة تقول الخروج للضرورة القصوى، لكن اللي حاصل أمر مختلف تماما. كلكم اليوم شفته وشاهدته والطوابير اللي موجودة، يعني بالكويت على غير سنة. زين ارتفعت الأرقام باشر، تدرون شو راح يصير؟ ممكن نرجع إلى نقطة الصفر، نرجع من الأول. شو اللي راح يصير؟ ممكن يكون حظر كلي، نرجع مرة ثانية. الآن خلاص الناس سوت إجراءاتها، الدولة اللي عليها قاعدة تسوي وقاعدة تقوم فيه، خلاص يبون فك الحظر وفك الحظر وخلاص اللي بيطلع للأهمية. لكن اللي حاصل مو للأهمية، للأسف الأغلب اللي موجود مو للأهمية، اللي طالع بس بيطلع. في بعض المناطق محظورة، في سيارات تمشي داخل، شلون منطقة معزولة انت طالع وين رايح؟ قاعد يفتر، ممكن متضايق تعبان قاعد يطلع. طيب سلامتك، سلامة أهلك، سلامة أبنائك، سلامتك، سلامة عيالك، سلامتكم كلكم أنتم. بعدين فالله يستر من الأيام القادمة، الله يستر إذا كانت هناك مسحات خلال أسبوع 10 أيام راح نشوف الأرقام. فالله يكون بعون الجميع، وإن شاء الله الناس تتعظ وتستوعب. لكن اللي حاصل العكس للأسف. عندنا نشاهد كنترول جاهز. طيب مصاب كورونا اليوم عند بعض التطبيقات فوائد. ها الحين انتقل الموضوع معاكم ثاني، وهو مصاب قوم عند قوم فوائد، ومن ضمنها هذه التطبيقات. أزمة فيروس كورونا العالمية خلت الأنظار تلتفت مباشرة إلى تطبيق زوم. هذا التطبيق انطلق في عام 2011، وتطبيق زوم يوفر خدمات الاتصال والدردشة بالفيديو من خلال أو عبر الإنترنت، ويقدم ميزات الاتصال بالفيديو. تخلي هذا التطبيق هو الأفضل في عقد المؤتمرات أونلاين والاجتماعات عن بعد، ويعتمد عليه في اجتماعات العمل والتعلم والتواصل الاجتماعي. تصاعدت عمليات البحث عن تطبيق عن هذا التطبيق خلال أزمة كورونا والحظر المنزلي وغيره، وأدى إلى ارتفاع عدد مستخدمي التطبيق. يا جماعة، من 10 مليون مستخدم في شهر 12 ديسمبر 2019 إلى 200 مليون مستخدم في شهر 3 مارس 2020. في شهر 4 من العام الحالي
وصل عدد مستخدمي التطبيق عالميا إلى 300 مليون مستخدم، وبشذي ارتفعت إيرادات شركة زوم السنوية من 330 مليون دولار في عام 2018 إلى 622 مليون دولار في هالسنة، يعني الدبل. التوقعات شو تقول؟ أن في نهاية عام 2020 هذا التطبيق قد يحقق إيرادات بقيمة 915 مليون دولار. بالنظر إلى القيمة السوقية لشركة زوم وصلت حاليا إلى 49 مليار دولار تقريبا، وهذه قيمة أسهمها شهدت ارتفاع منذ بداية العام الجاري اللي هو 2020، وذلك وصلت ثروة إيريك يوان مؤسس التطبيق والرئيس التنفيذي للشركة اللي صورته كانت موجودة معنا إلى أكثر من 9 مليار دولار. هذا هو التطبيق وهذه الأزمات والفوائد اللي تعم على الناس خلال الأزمات، وللأسف هناك بعض الأناس يستغلون هذه الأزمات. راح انتقل معاكم الموضوع وهو الكل يتحدث عنه ويتكلم، وراحت الأقوال يعني يمينا وشمالا، هذا يقول وذاك يرد وهذا يغرد وهذا يكتب، والناس ضاعت يعني على المثل، قولة المثل الكويتي، ضاعت الحانة بين حانة ومانة. فاليوم راح نحسم هذا الأمر مع ضيفنا الكريم، نشكر قبول هذه الدعوة، وهو رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأستاذ فهد الكشتي. نتكلم معه عن طريق دخول الجمعيات التعاونية خلال فترة الحظر الجزئي اللي هو الحالي، وأهم إجراءات الاتحاد بهذه الفترة الأخيرة، والكمامات وأسعارها ووصول الجمعيات، أمور كثيرة. فنرحب ضيفنا، حياك الله أخوي فهد، ويا هلا مرحبا فيك، وكل عام وانت بخير. أهلا أخوي راشد، حياك الله وانت بخير وصحة السلامة، أشكرك على استضافة. بداية يعني نهنيك على يعني رئاسة الاتحاد وتصويت زملائك لك بأنك أنت تكون رئيس اتحاد الجمعيات، فبارك الله فيكم جميعا وتستحق يعني هذه المكان، أنت رجل تعمل وجهدك واضح. الله يجزاك خير أخوي راشد، يطول لك عمرك ويبارك فيك حبيبي. طبعا وهذا الكلام ينسحب على باقي زملائك، جهدهم واضح للأمانة ومن سبقوك في هذا المجال، قواكم الله. فهد خلنا نتكلم في البداية اليوم الجمعيات التعاونية والناس تروح للجمعيات، هناك قال لك يبقى خلاص رفعوا الحظر، اليوم صار الحظر جزئي من الساعة 6 السادسة مساء وحتى السادسة صباحا حظر، بعدها خلاص تقدر تروح ترد على كيفك. والبعض قال لا يا جماعة لازم تاخذ إذن ولازم تصريح من التجارة والكود يكون موجود معك، فالناس احتارت. نبي نحسم هذا الموضوع أخوي راشد. اليوم مواعيد العمل الجمعيات عن طريق الباركود من الساعة 8 صباحا للساعة 12 بالليل بالمناطق اللي فيها حظر جزئي، نعم، و24 ساعة بالمناطق المعزولة، ممتاز، حظر كلي عليها. فللحين شغال الباركود وما تقدر تدخل الجمعية إلا عن طريق الحجز، ممتاز. وأفرع الجمعيات؟ أفرع الجمعيات تعمل 24 ساعة والسوق المركزي باني اخوي راشد، نعم، من 8 ل 12 بالمناطق المعزولة تامة والمناطق الجزئية، لا المعزولة كاملة 24 ساعة، انتهينا من 24 ساعة. الجزئي اللي عليها الحظر الجزئي من 8 الصبح ل 12 بالليل، وافرعها نفس التوقيت، نفس التوقيت من 8 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل مع توفير الباركود، نعم كله عن طريق الباركود. وأعداد الدخول إلى الجمعية بالأسبوع لك مرة واحدة في السوق المركزي، وبالأفرع لك مرتين، نعم. والدخول ما يتعدى يعني في السوق المركزي ما يتعدى 50 شخص يدشون السوق بنفس الوقت يعني، ممتاز. فهد هل في تقارير توصلكم أسبوعية خلال هذه الفترة اللي فاتت من الجمعيات التعاونية؟ نعم. شلون ماشية الإجراءات؟ هل في التزام من الناس؟ هل في مشاكل من الناس؟ يعني شفنا بعض يعني للأسف البعض يسلط الضوء على السلبيات اللي موجودة والمشاكل اللي تحصل بين فترة وفترة، لكن في إيجابيات كثيرة. اليوم أخوي راشد نكون واضحين، اليوم هذه الوباء هذا يعني يعتبر شيء جديد على الكويت وعلى العالم كله، صحيح. فيوجد اخطاء، ما ننكر ان في اخطاء في الجمعيات وفي اخطاء من اعضاء الجمعيات،
يعني شيء جديد علينا. نعم. وعسى الله يرفع عنا هالبلاء والوباء. بس اليوم اثبتت الجمعيات باعضائها ممثلينها انهم انجزوا شيء كبير. اليوم قدرنا يعني نوفر مخزون استراتيجي مده 6 شهور، نظمنا عمليه الدخول والخروج، توفير السلع باستمرار. جميل. طيب فهد، خلينا ناخذ على موضوع اخر، وموضوع اليوم اللي يشغل الناس، موضوع الكمامات. الكمامات اليوم اتحاد الجمعيات استلم 12 مليون عدل؟ نعم 12 نعم مليون صحيح. نعم. والناس يعني البعض يتحدث ان هذه الكمامات موجوده من زمان عند اتحاد الجمعيات، واتحاد الجمعيات ما وزعها لان ينتظر الى الكمامات انها تخلص اللي موجوده بالسوق حتى لا يكون في تضارب الاسعار والمنفعه تكون منفعه هنا وهناك. يعني هذا جزء من السؤال. تفضل جاوب على الجزئيه هذه واسالك. اليوم الكمامات استلمها الاتحاد امس استلمتوها رسمي، استلمناها رسمي بناء على تكليف مجلس الوزراء اعاز وزاره التجاره بتسليم المخزون اللي عندها وزاره الشؤون ممثله في لجنه المشروعات الوطنيه، ومشروعات الوطنيه امس سلمتها الاتحاد، واليوم في اول يوم عمل احنا بدينا استلمناها امس، اليوم بلشنا في توزيعها ووزعنا على 36 جمعية. الكلام اللي دار انه موجود عند الاتحاد بالكمامات من فترة طويلة غير صحيح، وانا متأكد من هالكلام. يعني امس استلمنا واليوم بلشنا في توزيع، اليوم سلمنا ما يقارب 36 جمعية. يعني انتم استلمتوا الكمامات يوم السبت 30/5/2020؟ اي نعم اي نعم. 12 مليون كمام. 12 مليون كمام. طيب. طبعا الأسعار. يتم توزيعها، طبعا يتم توزيع الكمامات بالتساوي على جميع الجمعيات، وطبعا كل جمعيه لها 3600 باكيت، وكل باكيت يكون فيه 50 حبه بسعر 4 دنانير ونص. طبعا الكميه اللي استلمناها 6 مليون صناعه صينيه و6 مليون صناعه تركيه، طبعا مقسمة نص بنص تركي صيني. طيب وين الكويتي اللي يقول يوميا في عندنا 300,000 حبة تقريبا سنة. انا اليوم اتكلم على اتحاد الجمعيات. هذا اللي عندنا. هذا اللي استلمناه. يمكن السؤال توجهه. طيب نوجه للجهة الثانية. طيب ما نعم. تشوف نوع من الظلم ان التوزيع على الجمعيات بالتساوي؟ هناك جمعيات تعاونية اعداد مساهمينها ارقامها كبيره. نعم. يعني بالمقارنه مع بعض الجمعيات. والله اخي راشد، هذا 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 اليوم الكمامات احنا استلمناها من المشروعات الوطنيه بهالطريقه، وزع 3600 بالتساوي. يعني هم اللي الزموكم؟ اي نعم. انتم كاتحاد جمعيات ما تقدرون تقررون تقول لا يا اخي عندي جمعيه فيها مساهمين؟ هذا شرط وزارة الشؤون ووزارة التجارة. وزارة الشؤون والتجارة. اي نعم. اليوم الثلاثات في جمعيات متوفر عندها الكمامات في عدد كبير. اليوم في جمعيات طلبت انها ما تستلم الكمامات لانها عندها متوفر زايدة. طيب. متوفر. اليوم احنا راح نودي الكميات المتبقية للجمعيات الكبيرة. يعني عندنا اليوم باتحاد باجتماعنا الاخير قلنا اللي تبقى احنا نصرفها على قولت للجمعيات الكبيره اللي فيها عدد مساهمين عالي. طيب بس الطريقه التسليم الكميه نص صيني ونص تركي، هذه كلها شروط المشروعات الوطنيه. مشروعات الوطنية. يعني مجرد موزعين. طيب مجرد انت كاتحاد جمعيات مجرد موزعين لهذه الكمامات. اي نعم. يعني انا بتوضح هذه النقطه انا وياك للمشاهد الكريم. هناك بعض الكمامات اقل سعر من 4.5، لكن اللي الاغلب ما يعلم هذا الموضوع او هذه التفاصيل ان الكمام يكون ياتي 3 طبقات، وبعض الكمامات مكتوب عليه نو ميديكال يعني غير طبي، فلذلك تجد سعره اقل من 4.5. فتجد الناس يقولك ليش اتحاد الجمعيات يبيع ب4.5 واحنا نشوف موجود على 3 دنانير واقل من 3 دنانير. فنبي نوضح المعلومه للناس انه بعضهم نو ميديكال مكتوب عليه أساسا هو غير طبي، لذلك يجد هذا الاختلاف بهذا السعر. هل الكمامات الموجودة عندكم طبية؟
الطبيه طبق مواصفات وزاره الصحه مثل ما قلت اخوي راشد، في موجود في السوق واللي تطلع يعني نشوفها بالفيديوهات وتنشر بدينارين وما ادري بكم. نعم. هذه مثل ما قلت غير طبيه، وفي كمامات قاعد توزع ونشوفها في بالبقالات قاعد نشوفها. نعم. بس مو لا 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 توجد لها مواصفات الطبيه لها السليمه صحيح من وزاره الصحه. اليوم الكمامات اللي موجوده اللي وصلت للاتحاد لها مواصفات طبيه، شهاده مواصفات طبيه وشهاده معتمده من وزاره الصحه. ممتاز ممتاز. اذا 12 مليون كمام بشهادات طبيه ومعتمده من وزاره الصحه الكويتيه. نعم. لذلك هذه هي اسعارها 4.5 دنانير، وهذا السعر اعتقد ما في يعني انتم وضعتوا فائده على الموضوع. نهائيا نهائيا نهائيا. الان ايضا زملائكم واخوانكم بالجمعيات التعاونيه على موضوع المكافاه وغيره، انهم هم من الصفوف الاولى ليس من الصفوف الاولى اللي عملوا في الجمعيات التعاونيه، والكل يعلم تماما مدى دورهم الجبار اللي قاموا فيه، واكثر ناس تعرضوا وعسى الله يعافي الجميع يعني وكل من عمل في اي مكان، ها لكن احنا نتكلم اليوم على الجمعيات التعاونيه. اصابات كثيره بين الموظفين وغير الموظفين ايضا الكويتيين وغير الكويتيين في الجمعيات التعاونية، فهل راح يكونون من ضمن ما تم الإعلان عنه مؤخرا؟ هل تواصلتوا مع ديوان الخدمة المدنية؟ والله أقول أكون صادق وياك، اليوم أعضاء الجمعيات ممثلين أو القوى العامة اتحاد الجمعيات ممثلين اتحاد يشوفون نفسهم ومتأكدين أنهم هم في الصفوف الأمامية. واليوم خلينا نكون واضحين، اليوم احنا الصفوف الاماميه اللي قاعد نستقبل الصفوف الاماميه، احنا قاعد نستقبل وزاره الصحه، احنا قاعد نستقبل وزاره الداخليه، احنا قاعد نستقبلهم. صحيح. واليوم قاعد نشوف اكثر اصابات في جمعيات التعاونيه. صحيح. اليوم وفيات موظفين ومدراء في جمعيات التعاونيه. اليوم في وفاه لاحد اعضاء احد مدراء الجمعيات. الله يرحمه. اليوم احنا قدمنا طلب ان نكون، بس من داخلنا احنا مرتاحين. اليوم احنا نشوف نفسنا في المقدمه بعد اشاده صاحب السمو ربي يحفظه. نعم. وعطانا على قولتهم وسام اننا احنا في الاماميه. واكون صادق وياك، احنا ما ننطر ان نكون في الصفوف الاماميه ولا الاخيره، احنا اليوم نشوف نفسنا احنا موجودين للبلد يعني. هذا اكيد، لكن على الاقل الوسام يعني فهد، على الاقل ما فيها الوسام اللي راح يمنح. يعني اليوم تتعاملون ايضا بصفوف الاماميه، فاحنا صوتنا وياك. والله صادق وياك اخوي راشد، كلمه الامير واشادته في الجمعيات التعاونيه. نعم. هذا اكبر وسام على الجميع. صحيح، تستحقون على الجميع. اليوم احنا نجتمع اعضاء الجمعيات نسولف في هذا الموضوع. اغلب اعضاء الجمعيات والكل يقول اليوم احنا اخذنا الوسام قبل الله يتكلم مجلس الوزراء او يطرح في الموضوع. الامير اليوم عسى الله يحفظ صاحب السمو ويطول بعمره، امين، اعطانا هالوسام. واليوم هالوسام جميع اعضاء الجمعيات، جميع اللي يعملون في قطاع التعاون، نعم، لابسين هالوسام وحاطينه على صدورهم. صحيح. اذا مجلس الوزراء تكرم وحطنا في الصفوف الاماميه مشكور، والمحط احنا في الصفوف الاماميه واحنا اخذنا الوسام. بارك الله فيكم اخوي الاخ الفاضل والسيد فهد الكشتي رئيس اتحاد الجمعيات التعاونيه، شكرا لكم وبارك الله فيكم، بارك الله بجهودكم، وان شاء الله احنا معاكم يعني باستمرار في هذه اللقاءات بين فتره وفتره حتى نوعي الناس ونوضح اهم التوجيهات والتوجهات الخاصه باتحاد الجمعيات. شكرا لك اخوي فهد الكشتي، شكرا جزيلا. عندنا فاصل كنترول، فاصل، عندنا فاصل مشاهدينا، مكملين معاكم ان شاء الله. حياكم الله احبابنا. الان يعني هذا الفايروس الناس اغلبها عندها معلومات في هذا الموضوع،
والبعض اصبح خبير بهذا الامر نتيجه يعني البحث المستمر اللي هو على المستوى الشخصي حاب يتعلم ويتعرف على هذا الفيروس. والكثير يعني تحجج وقال بان لا هذا مو فيروس، البعض طلع قال لك لا يبا هذه بكتيريا. بعد التشريحات اللي صارت لبعض المتوفين في ايطاليا، يعني امور كثيره دخلت في هذا الموضوع. لكن اليوم بنقف على الحقيقه في هذا الامر. اعراض فيروس كورونا المستجد ها تظهر بين فتره ظهورها، مو الشفاء منها، ظهورها، متى؟ بين يومين الى 14 يوم من الاصابه. هذا وفق شنو؟ وفق المراكز الامريكيه اللي قالت ها للتحكم بالامراض والوقايه منها، هي اللي قالت هذا الحشي. في معظم الحالات ما يحتاج المصاب مصاب كورونا للرعايه الطبيه بالمستشفى، ويمكن من خلال عزله ورعايته منزليا مع المراعاه لاجراءات الوقايه يعني هو بينه وبين نفسه وفي منزله، يعني يخرج من هذه الازمه بسلام. راح اتكلم على هذا الموضوع ونقف على هذه النقاط مع ضيفنا عبر اتصال هاتفي، وهو مدير اداره منع العدوى بوزاره الصحه الدكتور احمد المطوع. دكتور احمد مساك الله بالخير، كل عام وانت بخير. بخير صحه وسلامه، مساك بالخير والكرامه. شلون دكتور؟ شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير الحمد لله. شلونك مع الحظر الجزئي؟ اليوم طلعت الصبح؟ يعني من يوم 24 وانا اداوم يوميا. بارك الله فيكم، عسى الله يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يا رب يا كريم، واحنا كلنا نفخر ونفاخر فيكم للامانه، فشكرا لكم جزيلا وبارك الله فيكم. دكتور خلينا نتكلم على ارشادات عزل المصاب بفيروس كورونا منزليا. نعم كما تفضلت من شوي لما قلت ان المصابين هم من فتره الحضانه للمرض من يومين الى 14 يوم، واغلبهم يظهرون في اول اسبوع خصوصا في اليوم الرابع الخامس او السادس. ففي واغلبهم ايضا بعد ما تظهر اعراض تكون الاعراض عندهم بسيطه، يعني ما يحتاجون الى رعايه طبيه داخل منشاه صحيه. وحسب التوصيات الاخيره ان ممكن الناس هذه تقعد في بيوتها وتراقب نفسها ذاتيا مع تواصل مع فرق طبية تشوف مدى تطور الحالة. فبالنسبة للكويت مؤخرا اتخذنا القرار ان المرضى اللي اعراضهم خفيفة وما عندهم امراض مزمنة اخرى ومو محتاجين لدخول المستشفى لاي سبب اخر، هذه اللي ممكن يكونون في البيت، نحطهم بعزل صحي تحت شروط معينة بحيث أنه يكونون تحت رعاية المنزل، لكن أيضا على اتصال مع الفرق الطبية اللي تابعة لوزارة الصحة. شلون يتم تحديد الحالة دكتور؟ هل يتواصل معاكم الإنسان اللي يحس بشيء توصلوا له للبيت، تعملوا له مسحة، تتواصلون معه بشكل دوري؟ إيه هو يروح عادي مراجعة، يعني يكون في أعراض مثلا أنا حاسب بني بحرارة وحاسب بني عندي كحة أو عور بلاعين، فيروح المركز الطبي. وين يروح مباشرة؟ لأن البعض يروح للمستوصف يقول مو عندي، يروح حق الرقابة الصحية أو الوقائية. لا يروح هنا طبعا بالأول المستوصف، يروح هذا المستوصف وراح ينفحص، في فرق هناك ممكن تفحصه. إذا شكوا أن لا هذا تبع الكورونا، طبعا الأعراض هذه مو مخصصة الكورونا، مثل ما كل جميع الحين يعرف أن في مجال كبير من الفيروسات اللي ممكن يعطي نفس الأعراض، وكلهم دروبلت انفكشن، كلهم ينتقلون عن طريق الرذاذ، وكلهم نفس الإجراءات الاحترازية اللي المفروض نتخذها عشان ما نعدي الآخرين سواء كان كورونا أو غير كورونا. الاهتمام حاليا بكورونا لأنه هو حديث الساعة، هو الشيء الجديد، هو اللي في ناس الكبار في العمر أو اللي عندهم أمراض مزمنة يتأثرون فيه بشكل أكبر، لكن مراجعتهم للمستوصف او المركز الصحي ممكن يحدد حالته بسيطه طيب. وممكن لان صار في كونتاكت مع احد مريض بكورونا نشك اكثر انه مصاب كورونا ونعطي الاجراءات. طيب دكتور، ومتى يتواصل معاكم؟ في اي مرحله هو يحس فيها يتواصل مع 112 الطوارئ الطبيه ويقول يا جماعه تعالوا خذوني ودوني المستشفى؟ في اي مرحله؟ سواء كان هو مراجعنا وندري وقايلين لأن أنت كورونا بس تقعد في البيت، أو ما كان في عنده كورونا، إذا كان الإنسان حس بضيق في التنفس
ضيق التنفس. ايوه سرعه في التنفس، يعني صار ياخذ نسم اكثر من الطبيعي ومتضايق بالتنفس، او الكحه المستمره، درجه الحراره العاليه، التعب العام بشكل كبير. هذا المفروض انه يعرض على طبيب في المستشفى، فيتصل بالارقام الموجوده مع الارشادات اللي معطينا اياها، وراح يجون العيادة ساعات، ممكن اذا كانت حالته تسمح انه يروح بسياره ممكن يروح، او اذا كان حالته ما تسمح ممكن اسعاف تاخذه. يعني كل شخص مصاب بفيروس كورونا تعطونه ارشادات يتبعها؟ بالضبط. ممتاز. ارشادات لكل شيء. ممتاز. الان اللي في البيت، نعم الان اللي في البيت وطريقه العزل وغيره، المصاحبين والمخالطين لمصاب كورونا، شنو هي الارشادات اللي لازم يتبعونها؟ طبعا هو عزل، يعني المفروض انه يقعد بروحه، فاحنا نفضل دائما انه يكون غرفه قاعد بروحه طوال الوقت، ويفضل ايضا انه يكون الحمام هذا حمام منفصل له للشخص هذا، عدم الاختلاط معاه. يعني انا لما اكون قاعد نفس البيت مع احد مصاب كورونا، ما ادش الغرفه الا لما يكون ضروري اني ادش الغرفه. اذا كان الانسان ما عنده اعراض وقادر انه ينظف غرفته ويدير باله على نفسه داخل الغرفه، ما في داعي خلاص لدخول احد من برا الا لما يبي يوصل له مثلا اكل، او بياخذ من تكون الملابس او القمامه يطلعها من الغرفه. يعني حتى الاكل ما يكون في الاطباق اللي يستخدمها البيت، تكون اطباق يعني هي ممكن ترى على فكره، يعني يفضل ان يكون بالضبط يعني ينقط، لكن اذا ما كان في امكانيه او ما في عندنا من ديسبوزبل او الاستخدام الواحد، ممكن يكون الاطباق هذه، بس يراعي الحذر عند غسله، يعني تغسل جيدا الماء الصابون، ولو في ايضا غساله صحون الديش واشرز ممكن تكون كافيه ايضا للتعامل مع هذا الفيروس. طيب ايضا بالنسبه للملابس، ممكن ان تغسل عادي بالغسالات اللي موجوده في البيوت على درجه حراره، اقصى درجه حراره ممكن يتحملها اللبس، يعني مثلا لو الملابس نحط عليها ان تتحمل لها 60، خلاص نحطها 60 مع الصابون وتكون كافيه طبعا، وننشفها بعدين ويكون شيء امن. بس يفضل عدم ان لما ناخذ الملابس من الانسان المريض اننا نفضها وهي للحين ما غسلناها وكذا، يعني نتعامل معها بحرص. ملاحظة جدا مهمة يعني، وملاحظة جدا دقيقة ومهمة للناس بأنهم تعرفون عليها. دكتور أحمد يعني مشكور على هذه المعلومة. دكتور يمكن أنت قاعد تتابع أول بأول التقارير اللي توصل من هنا وهناك، والناس قاعد تتداولها، لا يبقى هذا فايروس، لا يبقى هذا بكتيريا، لا يبقى شرحوا الجثث طلع كذا، لا طلع كذا، فتعليقك على ما يحدث ويصل من تقارير. إن شاء الله. بس قبل هذا خلينا نتكلم عن أهمية الكمامات في العزل المنزلي. اتفضل. أنا إذا راح أدش على المريض، يجب أن المريض يكون لابس هو كمام، لأنه هو مصدر الفيروسات، فلازم يكون مغطي الأنف والفم. وأنا أيضا لما أدش الغرفة يفضل أني ألبس كمام، بس هو لازم يكون لابس الكمام هذا. من شوي تطرقت الموضوع الميديكال والنان ميديكال ماسك. هذا مو شرط أنه يكون ميديكال، أنا بس أن أي كمام أقدر أغطي فيه الأنف والفم هو كافي. فمسألة إن أنا لما أشتري الكمام إنه لازم أشترط إنه يكون ميديكال، على فكرة أبداً مو لازم يكون ميديكال. ممتاز. هذا تكلمنا مع اتحاد الجمعيات قبل شوي، يعني كلامك ممتاز دكتور، أثرت نقطة جداً مهمة ولازم نعلق عليها. الآن اللي موجود نو ميديكال، يقدر يستخدمه الإنسان سواء المعزول أو الغير معزول، أو الإنسان اللي رايح مراجعة يقدر يرتدي هذا الكمام. أي كمام ممكن إنه يكون محكم حوالين الأنف والفم بحيث إن الرذاذ ما يطلع، هذا كافي. حتى القماشي اللي هو اصلا مو مصنع في مصانع، ممكن تسويه في البيت، ايضا بما انه يحتوي الرذاذ اللي طالع من الفم والانف ويغطي هالمنطقه، يعتبر كافي للمرحله الحاليه. طبقه طبقتين ثلاث طبقات ما في مشكله. بالضبط. المهم انه يكون يعني مو خفيف وايد لدرجه انه تطلع منه لما اكح ولا كذا، تطلع منه الرذاذ بشكل طيب واضح. طيب دكتور، بما اثرت هالموضوع، من اللي يرتدي المصاب ولا الغير مصاب؟ الاثنين، اهم شيء المصاب. اهم شيء المصاب. المصاب لازم ما ادش على المصاب الا لما يكون هو لابس الكمام، وانا يفضل اني اكون لابس، بس هو يعني قبل ما ادش الغرفه اطق الباب، وبعدين اخليه ينتبه انه راح ادش وهو يلبس الكمام، بعدين ادش وما احاول اقرب اكثر من مترين، يعني كل ما قدرت اني اكون من بعيد تعاملي معاه يكون افضل. هو كمامه لما يخلص منه
يحطه تكمن بالقمامة ويسكر كيس القمامة هذا، بحيث أنه لما يسلمنا إياه من الباب أنا بعد أمسكه بجلاف وأتخلص منه بالقمامة العادية، بس لما يكون بالكيس بحيث أنه يكون هذا أكثر شيء يكون ملوث. على موضوع الجلافز دكتور، البعض الآن يقول لك لا ترى مو مهم، أهم شيء الكمام. لا، الكمام أهم طبعًا. لا فتعليق طبعًا الكمام أهم، أهم الكمام ونظافة اليدين. بالنسبة للجلافز مو مهم كثر الهم الكمام، الكمام هو أهم شيء. وبالنسبة لسؤالك عن التقارير اللي جت إن هذا بكتيريا أو كذا، الموضوع هو مو سالفة بكتيريا، الموضوع سالفة إن لما يكون يصاب الإنسان بكورونا يكون الرئة مالته تصير غير طبيعية وتستقبل التهابات ثانوية نسميها secondary infection، وهذا شيء كومن وشيء واسع الحدوث والانتشار، ان الناس اللي تصاب بفيروسات يحصل لها اصابه ببعض البكتيريا بعد لما تكون حاله عندهم تعبانه. فمو شيء مستغرب ان بايطاليا او دوله ثانيه يشرحون يلاقون ان موجود في بكتيريا في الرئه وان في تجلطات ناتجه عن هذه الالتهابات. هو شيء ترى طبيعي وموجود مع الالتهابات الفيروسيه اللي تصيب الرئه، وذلك لتاثيرها على حيوية خلايا الرئة نفسها وتخليها حساسة أكثر للبكتيريا والإصابات. يعني الفيروس يسبب بكتيريا؟ مو هو يسبب، هو يخلي الرئة ضعيفة بحيث أنها تستقبل البكتيريا بشكل أسهل، بحيث أن المناعة تكون غير قادرة على التعامل مع هذه البكتيريا. معقوله يعني اطباء دكتور ما عرفوا الفرق وكذا، ما شافوا في اثناء التشريح ان الفيروس وان الرئه تضعف وان تستقبل؟ في اسباب اخرى، بس هذا شيء معروف مع اي طبيب تساله راح يجاوبك نفس الاجابه، شيء معروف بالنسبه لنا كلنا. لكن هو متفق علينا فيروس، طبعا فيروس اكيد. والمضادات الحيويه وموضوع السيوله ان هي العلاج او هي اللي تكافح هذا الامر، لو كان موجود مضاد بكتيريا وهي شائعه اي نعطيهم مضادات حيوية. الناس اللي عندنا داخل المستشفيات وتعبانين في انه بروتوكولنا يشمل المضاد الحيوي اللي يغطي البكتيريا اللي ممكن تصيب الانسان هذا، لان رئته تكون حساسه وسريعه التقاط العدوى البكتيريه. مساله ادويه السيوله، بعض البروتوكولات تكلمت عنها الموضوع، بس لا مو جميع البروتوكولات، مو جميع الجهات تستعمل مسيلات الدم كعلاج لكوفيد 19. طيب دكتور احمد، خلينا نتكلم على فتره العزل للمصاب بالبيت. ها، وقلت لي بهذا انت اعزل نفسك في البيت ما في اي مضاعفات عنده، ايش كثر المده اللي يكون فيها معزول في البيت؟ ناس قالت 14 يوم، وصلوا ل 21، وصلوا ل 27 يوم. ف وشنو يعني بعد ما تعزله بالبيت ومتى يقدر يطلع برا؟ شوف، لاختلاف الارقام هذا شيء وارد لما يكون المرض حديث. اللي صار ان كان في حالات سجلت انه كان في بعد ال 14 يوم وبعد ال 20 يوم سجلوا ان في حالات عدوى صارت بعد هالايام هذه. لكن احنا نتكلم عن جزئيتين، جزئيه النقاء فتره حضانه المرض وفتره انه يكون مصاب. اذا ركزنا على بس فتره الاصابه، آخر الأبحاث دلت على أن بعد 10 أيام من ظهور الأعراض للشخص السليم، يعني أنا لو أنا مناعتي سليمة ومو معروف عندي أمراض مزمنة، عادة أنا 10 أيام أكون خالي من المرض هذا وغير معدي، خصوصا إذا مرت 3 أيام من غير أعراض رئيسية وهي أهمها الحرارة. إذا 3 أيام ما عندي حرارة حسيت بالتحسن أو أعراض الثانية خفت، وصار لي 10 أيام من ظهور إصابتي في المرض، حاليا على آخر التحديث بالنسبة للكوفيد 19 يعتبر الإنسان هذا غير معدي ويقدر يخالط الناس الثانية. يخالط الناس يعني بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا وما في حرارة، أيام من غير لمدة 3 أيام. زين، بعد ما يقضي 14 يوم أو 20 يوم واحد حاب يأخذ احتياطات كاملة، خذها له 20 يوم وعملوا له المسحه انه سليمه ما في اي شيء، يقدر يخالط الناس اذا بدون المسحه؟ اقول لك لو بس 3 أيام بدون حراره و10 ايام بعد اصابته بالمرض، المفروض الانسان الطبيعي يكون غير معدي
ويقدر انه يكون يعني في بعضهم بعد شهر يعني ما ترد مره ثانيه دكتور؟ ما ترجع؟ المفروض انه ما ترد. العلمي الكلام العلمي ان كل المصابين اللي عندهم مناعه طبيعيه في اجسادهم كونوا مضادات لهذا المرض، اجسام مضاده للفيروس، وصار عندهم مناعه، بس ايش كثر تطول المناعه من المبكر جدا نقول هالكلام الحين، لان لازم نتابع الحالات ونشوف الاجسام المضاده هذه استمرت كم شهر، ممكن توصل سنه اكثر او اقل، مع الزمن راح يبين. مدير اداره منع العدوى بوزاره الصحه الدكتور احمد المطوع، مشكور وما قصرت وبارك الله فيكم. حاب تقول شيء بالختام؟ والله حياكم الله، يعطيكم العافيه، بس الله يخليكم، قللوا من الطلعه، خلي الناس تقلل شوي من الطلعه، ما يطلعون الا الضروره. نعم. تباعد الجسدي مهم جدا حاليا هالفتره، ارتداء الكمام في الاماكن العامه ونظافه الايدين. شكرا لك دكتور. ان شاء الله تعدي. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. شكرا لك دكتور، شكرا ما قصرت. شكرا لضيفنا الكريم مدير اداره منع العدوى بوزاره الصحه الدكتور احمد المطوع. بعد الفاصل مستمرين معاكم. حياكم الله احبابنا ويا هلا مرحبا فيكم، مستمرين معاكم برنامجكم سوالف الديره. اليوم راح اتكلم الان في موضوع تفعيل الحكومه الالكترونيه. ما شاء الله حكومتنا ما شاء الله تبارك الرحمن في هذه الازمه يعني على قدم وساق، شغلوا كل شيء، فاحنا عندنا القدره ان نشتغل الكتروني خلال هذه الازمه، ازمه كورونا. هل راح يستمر هذا الامر؟ نتمنى ويتطور. المواطنين اليوم موافقتهم وعدم موافقتهم، تماشيهم وعدم تماشيهم مع هذا الأمر وتفاعلهم معه، هل يشوفون أن فعلا الحكومة نجحت إلكترونيا؟ هل إحنا نقدر اليوم نتعامل معاملات إلكترونية بالفترة القادمة؟ في دراسة ميدانية أعدها مركز الحلول المتقدمة للاستشارات البحثية والإحصائية، راح نتكلم مع المركز وعن المسؤول عن هذه الدراسة عبر السكايب الدكتور حمد العسلاوي. دكتور حمد مساك الله بالخير ويا هلا مرحبا فيك، وسعيدين بتواصلك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية مسي عليك بالخير دكتور وعلى المشاهدين الكرام، وكل عام وانتم بخير، رب يعود علينا رمضان المبارك ان شاء الله ونحن في افضل حال باذن الله. ان شاء الله يا رب، حياك الله دكتورنا، وسعيدين احنا بهذا قبولك هذه الدعوه، وحضرتك عضو هيئه التدريس بجامعه الكويت ورئيس وحده الاستشارات البحثيه والاحصائيه. دكتورنا اليوم احنا كلنا مستمتعين الصراحه بعمليه الحكومه الالكترونيه، وان كان في قصور هنا او هناك، لكن نقول احنا الامر هذا جديد، وحضرتكم قمتم بدراسه ميدانيه بهذا الامر. نعم. المواطنين تقبلوا الموضوع ولا ما تقبلوه؟ في الحقيقه طبعا مثل ما تفضلت، مركز الحلول المتقدمه للاستشارات البحثيه والاحصائيه باشراف الخبير الاحصائي استاذ احمد الصبر، وبالتعاون مع استاذ دراسه المعلومات دكتور هشام السرحان ومحدثكم، قمنا في هذه الدراسه لان شفنا ان الحكومه يعني شفنا الحكومه انها بدات يعني في هي كان عندها بعض التطبيقات الالكترونيه موجوده، لكن ما كانت يعني فعاله بالشكل المطلوب. فراينا ان الحكومه يعني خلال جائحه كورونا بدات تطور يعني هذه الخدمات وتوسع هذه التطبيقات وتوسع من هذه الخدمات. 62% من المواطنين يرون ان الحكومه نجحت في تطبيق الحكومه الالكترونيه. نصف المشاركين يرون ان الخدمات الحكوميه الالكترونيه الحاليه تغنيهم عن الذهاب الى مقر الخدمه. وأكثر من 90% من المشاركين يرون أن تفعيل التطبيقات الإلكترونية بشكل أوسع ومحكم سوف يحارب ويحد من قضايا الفساد الإداري ويقلل من معدلات الازدحام المروري، ولديهم رغبة شديدة في أن هذه التطبيقات تستمر أن يتم تطويرها ويستمر استخدامها. من الجانب الاجتماعي أخوي بتركي، نعم، أكثر من 90% من المشاركين يرون أن تفعيل الحكومة الإلكترونية بشكل متكامل سوف يسهم في التقليل من ضغط التفكير والتوتر من إنجاز المعاملات بشكل تقليدي، وسيسهم في زيادة سعادة واستقرار الأسرة، وسيسهم في توفير
وقتهم وجهدهم واستثمار ذلك تجاه المسؤوليات الأسرية، لا سيما الأسر التي لديها أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. يا سلام، يعني هذه هي أبرز النتائج دكتور لاستطلاع هذا الرأي؟ نعم، هذه هي أبرز النتائج. نعم، ومن النتائج العجيبة أخوي نعم. أبو تركي نعم. أن 63% من المشاركين يعتقدون أنه لا يوجد تقبل برلماني تجاه تفعيل الحكومة الإلكترونية. معقولة؟ إيه نعم. وتخيل، والعجيب أيضا أن هذا الاعتقاد أتى بالمركز الأول في قائمة العوائق. إحنا درسنا أيضا العوائق، إحنا شفنا توجهات الناس، توجهات المجتمع الكويتي في رأيهم مدى تفعيل ونجاح هذه التطبيقات من ناحية سياسية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية التقنية والإلكترونية، وأيضا درسنا بعض العوائق. فرأينا أن 63% من المشاركين يعتقدون أن ما في توجه، ما في يعني قبول برلماني تجاه تفعيل الحكومة الإلكترونية، وأتى هذا التوجه في مرتبة العوائق رقم واحد. وليش يزعل البرلماني، يعني السلطة التشريعية ليش تزعل بهذا الموضوع؟ بالعكس يرتاح النائب أصلاً. هو المفروض إحنا نبي يرتاح. إيه المفروض يرتاح يعني ويستأنس بهذه النتيجة يعني. بس مثل ما انت عارف اخوي ابو تركي، يعني في دواعي سياسيه تتطلب نعم ان المواطن يرجع ويحتاج النائب يعني بشكل متكرر. تتوقع منو اللي يغلب بهذا الموضوع؟ هل تغلب السلطه التنفيذيه ام يغلب السلطه التشريعيه؟ يعني اليوم الحكومه تستمتع بالثناء عليها من قبل مواطنيها، وهذا حقها، اذا انت انجزت لي شيء لخدمتي فانا حقك علي بان انا اثني على هذا الانجاز، وان انت دورك مميز وهذا هو طبيعه دورك. السلطة التشريعية اليوم وفق هذه الدراسة الميدانية الأكاديمية 63% يقول لك والله البرلمانيين زعلانين، هل ممكن يقفون ضد هذا المشروع إن حاولت تطور فيه الحكومة؟ هم ما قالوا زعلانين، بس هم يعتقدون أن يعني بالكويت لا يقبول، يعني ما عندهم قبول فينا. لأن اليوم إذا أنت تخيل أخوي أبو تركي، أنت اليوم إذا 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 كل احتياجاتك اليوم ومعاملاتك والخدمات تقوم فيها بالمنزل، نعم، هل تحتاج انك انت ترفع السماعه الى نائب الدائره وتقول له تعال مش معاي للوكيل المدير عشان تمشي معامله انت اصلا ما تحتاج فيها واسطه؟ يعني هذه مشكله اذا قانونيه واحتاج الى واسطه فالخلل هنا حكومي، لكن اذا غير قانونيه ويمشي فيها الواسطه بعد وتوافق عليها الحكومه فالمصيبه اكبر هنا. لكن انت متخيل لو كل احتياجاتك من زين تقوم فيها بالمنزل ولا تحتاج فيها نائب، دور النائب هني شنو راح يقتصر على شنو؟ ما راح تحتاجه انت، صح ولا لا؟ بالضبط. ودور والذي يقوم فيه، ودور النائب الذي يقوم فيه يعني هو دور رقابي وتشريعي. احنا نبيهم، ما نبيهم ينشغلون فينا، احنا ودنا ما نبيهم ينشغلون فينا، احنا نبيهم ينشغلون في صياغه، في مشاركه وصياغه التشريعات اللي تخدم الوطن والمواطن. طيب تتوقع منين جاء هذا الإحساس دكتور؟ يعني إحساس المواطن بأن السلطة التشريعية غير راغبة بهذا الموضوع؟ شوف، البعض منهم يعني مثل ما أنت عارف الشعب الكويتي شعب واعي، نعم، ومراقب جيد للساحة السياسية وقارئ جيد للساحة السياسية، فيعتقد أن عدم تفعيل هذه الحكومة الإلكترونية زين راح يقلل من شعبية النائب. يعني النائب لما ما تجي اتصالات بكرة زين وتقول له تعال والله عندي معاملة مثلا هي قانونية لكن والله هي متعطلة في الأروقة الحكومية أبيك تمشي ليها، هني صيت النائب وشعبيته راح يعني راح تقل في حال أنه انفقد هذا الشيء، عرفت كيف؟ نعم. والشعب فاهم وعارف هذا الشيء، عرفت كيف؟ طيب دكتور حمد، أنت تتوقع الحكومة تستمر بهذا الإنجاز وتحاول تطوره؟ وهل فعلا هذه المعاملات الإلكترونية في المستقبل أو خلينا في المستقبل في الوقت الحالي الناس راح يعني تحمي هذه المعاملات؟ هل الحكومة قادرة على حماية هذه المعاملات الإلكترونية عن التسرب وغيره؟ وهذه أحد من المخاوف، أحد من العوائق أيضا، من أحد العوائق اللي ذكرها المشاركين، في أن ما عندهم ذاك الثقة في أن معاملاتهم راح يتم إنجازها، أو أن في احتمالية أن تسرب معلوماتهم الخاصة، وأيضا بعض المستندات يعني غير موجودة بال يعني بالصيغة الرقمية أو غير موجودة بالطريقة الإلكترونية حتى يتم استخدام في هذه المعاملات. فهناك فعلا تخوف من هذا الجانب.
وحتى يحتاجون يعني حتى يحتاج الشعب في أن يثق في استخدام هذه التطبيقات، يحتاج إلى زيادة وعية وزيادة وعي في الاستخدام الإلكتروني والتقني لهذه التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، اليوم أنت في أبسط موقع تدخل على أبسط شركة تبي تسوي معاملة عندهم مثلا إلكترونيا، في عندهم تلقى رقم زين للتواصل مفتوح على مدار 24 ساعة على مدى 7 أيام. نعم. هذا غير موجود عندنا اليوم في تطبيقات حكومة إلكترونية. في عندهم أيضا ما يسمى اللايف شات، يعني في حال أنت ما عرفت شلون الخطوات أو مثلا معاملتك صار فيها مشكلة مثلا أونلاين، تضغط تقول أنا أبي أتحدث مع واحد لايف شات، مثل ما احنا نتكلم اليوم مع بعض صوت نعم. وصورة. نعم. هذا أيضا غير موجود، عرفت شلون؟ ايضا ما في ايميل، ايميل انا اقول له ترى انا سويت معامله وهذا الاجراء وهذه ورفعت وارفقت مثلا المتطلبات، بس احتاج منكم انكم تتابعون معاي يعني وين وصلت لان تاخرت. ما في ايميل انا اتواصل معاه مع احد. يعني هذه الثلاث عوامل الرئيسيه هم تلقاها في ابسط يعني مواقع الشركات، وهذا اللي يفترض اليوم يكون موجود في تطبيقات الحكومه الالكترونيه. فالشعب يعني أقر في أنه يحتاج إلى زيادة الوعي المعلوماتي والتقني في استخدام التطبيقات الإلكترونية لكافة مؤسسات الدولة، ويحتاج أيضا زيادة مستوى الثقة في هذه الخدمات يعني لدى الأفراد، وأن إجراء المعاملة ويرى أن إجراء المعاملات بشكل تقليدي على حسب النتائج يعكر صفو وسلام الأسرة بسبب لها الضغط والتوتر، ويرون ان انجاز المعاناه الكترونيا سيسهم في زياده الاستقرار الاسري. يعني كل هذه القراءات اليوم نعم. يعني يفترض على الحكومه وعلى المجلس في ان يعني تدفعهم الى توسعه وتطوير صحيح هذه التطبيقات نعم. الالكترونيه الى جميل. حد ان المواطن يصبح ما عنده اي ضروره انه يخرج الى المنزل من زين، او انه يحاتي مثلا الطريق وضحت الصوره نعم، او يحتاج انه يترك عمله ياخذ استئذان حتى يقوم في معامله، او انه يخاف يتاخر على العيال انه ياخذهم من المدرسه حتى يقوم في معامله. الدراسه جدا مهمه دكتور حمد، يعني وجاءت في وقتها وردود الافعال واضح، يعني 90% و63% و90%، فواضح ان هذه الدراسه اغلبها تصب لمصلحه الحكومة وهذا العمل وهذه التطبيقات، وأن الناس تبي الحكومة تطور في هذا الأمر. فشكرا لكم على هذا الدور، وأيضا إن شاء الله نلتقي معكم في لقاءات أخرى حول دراسات جديدة. فأشكرك على قبولك هذه الدعوة دكتور حمد العسلاوي، عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت ورئيس وحدة الاستشارات البحثية والإحصائية. شكرا لك دكتور. كل شكر لك، مشكور، جزاك الله خير. الله يحفظك، مشكور ما قصرت. فاصل مشاهدينا وراجعين لكم إن شاء الله. برنامجكم سوالف الديرة مثل ما يعني مستمر معاكم احنا بشكل يومي. في نهاية البرنامج شخصية نختارها ونتحدث عنها، فاليوم فريق الإعداد مشكورا نختار هذه الشخصية، وهو كابتن منتخب الكويت الوطني الأسبق الكابتن سعد الحوطي. أهم مشهد في تاريخ الكرة الكويتية وأهم يعني لاعب مهم جدا وسجل هو ورفاقه في سجلات الأزرق وعطوه هذا اللقب ويستحقه، وهو القائد الذهبي سعد الحوطي. هو النجم اللي استلم ورفع كأس آسيا عام 1980، وهي لحظة بكل تأكيد يعني لا تنسى أبدا، خصوصا أنها المرة الأولى اللي يفوز فيها منتخب خليجي وعربي بنفس الوقت. اللاعب الدولي السابق سعد الحوطي له صفحات مضيئة في المشوار الكويتي الكروي باعتباره الكابتن لكوكبة من خيرة نجوم الأزرق من جيل السبعينيات والثمانينيات. كان اللاعب المحوري المهم في تشكيلة أولمبياد موسكو عام 1980 اللي تأهلت إلى الدور الثاني، وكان ضمن كتيبة المنتخب العسكري الفائز ببطولة العالم العسكرية لكرة القدم في الدوحة عام 1981. قيادة الأزرق في مونديال عام 1982 بإسبانيا كان تتويج رائع له بعد مشوار طويل ومشرف للأمانة ويستحقه،
مع الساحرة المستديرة. كابتن سعد الحوطي هو من مواليد 24 مايو 1954، لعب في نادي الكويت في الفترة ما بين 1967 و1984، شارك في تحقيق العديد من الإنجازات مع نادي الكويت، وفاز ببطولة الدوري العام 4 مرات وبطولة الكأس 4 مرات والبطولة المشتركة 3 مرات. أقيم حفل اعتزاله سنة 1984 بين نادي الكويت والنادي العربي. باختصار، الكابتن سعد الحوطي لاعب مهم جدا طوال فترة وجوده في الملاعب اللي استمرت ودامت إلى 18 سنة من العطاء، عامرة وزاخرة بالإنجازات المميزة التي لا تنسى. حصل على لقب أفضل لاعب كويتي عام 1978، وهو أيضا من أهم محللي الكرة اليوم بإحدى القنوات الفضائية الرياضية العربية، يتابع الأحداث الكروية العامة والخليجية والعربية والعالمية، ناهيكم عن ديرته والكرة الكويتية. اليوم كان هو ضيفنا في ختام هذه الحلقة وختامها مسك مع الكابتن سعد الحوطي. أشوفكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.